احنا الحمد لله يعني انا من عائله يعني احنا سبع اخوان زين، طبعا عندي واحد توفى بحادث فسته اللي موجودين. عائلتنا رياضيه بالفطره، يعني احنا ما عندنا كان واحد نجم بارز بوقتها، بس كانت العائله يعني ميولها رياضيه، منهم مشجع العربي منهم مشجع القادسيه حسب ما كان امكانياتنا ذاك الوقت. تعرف انت ما كان في ايفون ولا كان في ساتلايت، يعني تتكلم انت من 77 و 78 صغار كنا بهالعمر. انا عمري 13 سنه، عندي اخوي كاظم اكبر مني باربع سنين هذاك الوقت، اخوي حسين يفرق بيني وبينه 11 شهر يعني كنا توم، فكان مثل الرفيج معاه يعني توم رفيج التوم. حسين اخوي هم بدا مبارزه لكن اشتهر بالقدم، لعب كمل مع القدم وصار عنده رباط صليبي وبطل. اخوي ابو محمد نجم هم كان يلعب وصار حارس مرمى نادي الصبيخات فترة، وبعدين هو يعني أقولهم خلينا نقول لك أخوي أبو محمد كان هو يعني الثقافة الرياضية كانت عنده هو أكثر واحد فينا كثقافة كمعلومات، كان متابع للدوري الإنجليزي وكان يا بعدين أخوي كاظم. أخوي كاظم هو اللي نسميه إحنا اللي شال الراية، خلانا نتوجه وراه، هو القدوة مالتنا. أنا بصراحة أخوي كاظم لما لعب مبارزة أنا ما كنت أدري، يعني ما كنا نتعرف على المبارزه بذاك الوقت، ما مو مشهوره، احنا كنا نطالع جاسم يعقوب فيصل الدخيل نتابع، فما نطوف هذه السوالف. بالبراحه 24 ساعه جاسم يعقوب يحط جول ننزل بعد المباراه على طول ننزل براحه، وكنا احنا اللي فايزين يعني كنا احنا اللي مقاولين مستانسين، فكانوا كره القدم كانت هي الطاغيه. انا كنت من الناس هذه اللي كنت متولع بالقدم، يعني كنت احب القدم. فاللي صار بهذا الوقت تعرف يعني ما كان مجال هوايات، واحنا بيتنا بعيد عن نادي القادسيه، احنا ترى سكان الصبيخات اساسا، فبعيد ما كان وسائل النقل وحتى وسائل الترفيه ما كانت موجوده وايد. كنا نطلع براحه طق لك عرضتين او صخر حق صخرتين ولعب من الصبح لليل، واذا كلش صار بالعطل مقصي او عنبر من معيال الفريج طاقه فينا بس ما احنا عارفين نطلعها، او اذا طورنا بعد هذا خلاص اخذنا فخه، وهذا قالتهم يوم صيد الطيور غبوا يمدقي ما مدقي والحمروش وهذا السوالف هذه. فكنا هذه مرحلتنا. كاظم اخوي سبقنا امانه، بوليد سبقنا دش المجال المبارزه، وهو كان من جيل المؤسسين يعتبر يعني مع ربعه. انا قلت لك يا مو متابعه لانه ما كان بالاعلام شيء موجود محسوس كناحيه اعلاميه. في هذا الوقت صار عمري 13 مو عارف وين اروح، احب القدم. رحت نادي القادسيه مع مجموعه من الفريج بالصدفه، ترى كانت كنا ندور نادي، رحت القادسيه اخوي كان موجود، انا ادري موجود مبارزه، مرينا عليه. بهاللحظه هذه التقيت في المدرب القدير كابتن ناجي عبد العزيز والشهيد علي الخواجه، اخوي كاظم مبارك حامد اسامه ناصر الخرافي ومحمد مبارك عبد الرضا اتذكر ومحمد حسين، انا يعني استحضرنا الاسامي اللي اتذكرها الحين. ولقيت رفيج الدرب اللي كمل معي للحين الدكتور سلمان حاجة، هذا النجم الكبير للاعب الفلوري. ففي هذا الأثناء كابتن ناجي عبد العزيز خلاني أتعلق في المبارزة، يعني بالفعل كنت صغير فطريقة تدريبه وكذا، فحسيت أني أنا بدأت عندي ميول للمبارزة في هذه الفترة الحساسة بالنسبة لي أنا، يعني كاختيار لعبة أنا حين اخترت المبارزة بس ظلت الكرة عندي يعني بمخي يعني مو ناسيها. هني انا بديت اول طبعا قبل اللي يلعب مبارزه يتاسس فلوري يلعب سلاح فلوري، فكان تاسيسي على يد المدرب القدير كابتن ناجي اللي انا يعني اقدم له جزيل الشكر والامتنان لما وصلت اليه، وهو والمدربين اللي كانوا معه. فالحمد لله بديت مرحله هي شويه كان فيها صعوبه بالنسبه لي كوضع مبارزه وهذا، لكن كان عندي اصرار سبحان الله اني اوصل، خصوصاً المجموعة اللي كانت موجودة في ذاك الوقت بصراحة كانوا عائلة واحدة. بالفعل كانت الرياضة قبل رياضة الطيبين، تشجيع مستمر، قدوة موجودة. أنا من بدايتي محظوظ إن أخوي كان نجم باللعبة هذه، فحطيته قدوة لي من البداية، وهو من يوم ما بدأت المبارزة إلى يوم أنا اعتزلت وهو كان وراي، فاستفدت من هالناحية هذه. كذلك حتى الموجودين الاخوان النجوم اللي كانوا موجودين اسامه الخرافي مبارك حامد وجماعه وعلي الخواجه، خصوصا علي الخواجه الشهيد، كانوا يوجهوني في هذا الوقت بخبرتهم بثقافتهم بهذا، فكنت انا في حاله اكتشاف دائم حق نفسي،
ودخلت مرحلة الأشبال الفلوري. وأول بطولة على فكرة أنا حققتها مو أبي، أنا أول بطولة حققتها بطولة الدرجة الثالثة فلوري. بعدين تخصصت بالسلاح، يعني رحت حق السلاح الأبي. طلب مني مدرب المنتخب، لأن نظام المنتخب الناشئين كان تأسيس منتخب الناشئين. أنا كنت وقتها مو فايز ولا بطولة، فكان عندي أقول ليش ياخذني، أنا مو لاعب يعني بعدني ما فزت بطولة صغير زين. المدرب لا نظرة في الموضوع، أنا ما كنت راضي. المدرب جاب نفسه النادي قال أنت راح تيجي المنتخب عندي تدرب. ذاك الوقت أنا مستانس بس كنت خايف، قلت أنا ما فزت، يقول متش عليك، أنا أبيك منتخب عندي. أنا هذا المدرب تونسي اسمه كابتن علي بالحاج، هو وضع ثقة فيني وأنا ما خذلته من يوم ما كنت أنا ناشئين إلى أن أنهى مبارزة وقاعد 20 سنة معنا، وأنا على مستوى الثقة إن شاء الله أكون. أنا عادة ما عادة مدرب، عادة مدرب والد كبير لي، فحط كل ثقته. والدرجة أن أنا كنت أصغر لاعب كان بالمنتخب، رحت حق الأولمبياد 84 أنا عمري 19 سنة على قولته. فأنا بالمرحلة الناشئين آخر سنة لي كانت 84 فزت بطولة الناشئين كبطل الكويت، وبالفلوري هم طلعت بالناشئين الثاني، يعني حتى مو سلاحي لعبت فيه، بالفرق اخذنا الاول، اخذت الاول فيه. فانتقلت من المرحله هذه فيها سبة الناشئين عندي بطوله العالم اتذكر اني نقراد من اربع بطولات اللي انا لعبتها امانه. اثناء المباريات بالمجموعه جامعه قاعد العب انا مع ابطال موجودين مع المجموعه، كان في لاعب اسمه شميت، وهو الحين بعدين صار بطل عالم وصار الماني. أنا كان سكوري عندي فوزين فضامن الصعود فرق اللمسات، وهو كان عنده فوز واحد وكان بالمجموعة هم لهم حسبات اللمسة صاعد فكان قبل ممكن دبل ديفكت اللي هو اللعب السلبي، دبل ديفكت تحسب أنت هذا. أنا يا المدرب الألماني طالع شاف أن مصلحته أنه دبل ديفكت، أنا بالنسبة لي مصلحتي بعد دبل ديفكت كلمسات. فقعد هو يلمح ان احنا يعني انا قد اللعب السلبي، احنا ما لي شغل فيه، انا علي ان انا الكويت تطلع يعني بهذا الموضوع. فانا يعني الكابتن علي بالحاج قال انت لاعب الماني يطلب منك يطلب هذا، يعني انا كنت لاعب كويتي بالنسبه حق الماني يعني ما كان في معيار. يعني لعبنا المباراه هو ما يهاجم وانا ما هاجم، انا فكرتي انا كفنيا ابي دبل ديفكت لان مصلحتي لمسات، وهذا ادخلوا علينا احتجاجات وكذا وقفوا اللعب ان ما يصير كذي وان هذا طوال. لا مو طوال، انا ما بهجم هو ما بهجم ما لي شغل فيه، حاشوه. بعدها انتهت المباراه دبل ديفكت للاثنين، طلع بعدين بعد مده قرار حسب ما سمعت مدرب علي بالحاج قرار اللعب السلبي، اللي يلعب لعب سلبي كان يرفعون يدين انت لعب سلبي اذا ما هاجمت او كذا يعتبر انت خسران المباراه او لمسه عليك. فهذا أنا يعني من الأمور الطريفة اللي صارت في بطولة العالم. فانتقلت بعدها من مرحلة الناشئين صعدت إلى مرحلة العمومي. طبعا في مراحل السنية أنا عمري كان مرحلة الناشئين والأشبال، فكان عندي طموح أعلى من هذا أني أوصل إلى مستوى العمومي وحجز لي مكان مع الأبطال اللي موجودين اللي كانوا في ذاك الوقت كاظم على الله وسام الخرافي ومحمد دكتور محمد الثويني، وحتى كان إبراهيم قطان أعتقد كان موجود في هذه الفترة، والكابتن الكبير عبد الناصر الصايغ. وهذه الفترة كانت يعني بالنسبة لي وايد فترة انتقالية، فترة كانت بمثابة إعداد حق مرحلة العمومي. وبعد ما دشيت العمومي بدأت المرحلة الأساسية عندي